ان هو ايه نعمل ايه خلاص نعمل ريكوردينج دلوقتي. سامح لي ممكن بقى. اتفضل. في ناس محتاجة تنضاف للتيم مش موجودة في الشانل هنا، ممكن ابعت لك الكود وتضيفهم. هما تابع السكشن ده المفروض ان تابع السكشن وحضر المرة اللي فاتت كمان يعني. حضر المرة اللي فاتت؟ ما حضر المرة اللي فاتت زي مش موظفين. حضروا في الكلية؟ في الكلية. في الكلية. خلاص ماشي، ابعت لي كشف بأسمائهم مع كود. هما كتير ولا قد ايه؟ اصل دلوقتي اللي موجود اصلا في الشمال حوالي 24، انا عندي في جروب الواتساب ممكن حوالي 50، وفي ناس كده بتقول لي انا مش من دفعه، فمش عارف بصراحه يعني. خلاص هما يعني مبدئيا النهارده هيحضروا، مش عارف صراحه، مش هقدر هضيف، مش هقدر اضيف دلوقتي يعني. فانت ابعت كشف باسمائهم، هما لما يخشوا يشوفوا الـ يشوفوا السيشن، و تمام. لان انا مش يعني، كان لو كانت بعتت لي من قبل كده كنت هضيفهم، انا مش هضيفهم دلوقتي، مفيش وقت يعني. فابعت لي كشف كده على الاكسل او وورد او اي حاجه باسمائهم وعلى الكود، ونضيفهم ان شاء الله يعني. تمام ماشي ماشي ماشي. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على عمليات السباكه. احنا طبعا عندنا زي ما احنا عارفين عندنا 4 عمليات تصنيع رئيسيه، وهي الماشيننج اللي بيتم فيها ازاله للرايش او ازاله لجزء من الورك بيس، وعندي عمليات التشكيل اللي بتتم في السوليد ستيت، ان الورك بيس بتبقى في حاله صلبه وانا بشكلها طبقا للانواع المختلفه من عمليات التشكيل، زي الدرفله او الرولينج وزي الاكستروجن انواع دي. وعندي طبعا عمليات الجويننج او وصل الوصل للاجزاء، وعندي الحاجه الرئيسيه اللي احنا بنستخدمها هي عمليات الكاستنج. عمليات الكاستنج هي عمليات بيتم فيها، لو عايز افرقها عن اي عمليه من عمليات التصنيع الاخرى، بيتم فيها صهر للمعدن. يعني الفرق، انا مثلا ممكن حد باللغه الدارجه يجي يقول لك ايه، انا عملت سباكه وشكلت الايه، شكلت الورك بيس على الشكل اللي انا عايزه. لا، انت لازم تكون دقيق في كلامك. كلمه شكلت ديت دي ما اسمهاش، ما ينفعش تطلقها وانت بتتكلم على السباكه. انت ما عملتش تشكيل، انت عملت كاستنج، يعني انت صهرت الماتيريال تمام لحد ايه ما عملت وصبتها في كافيتي واخده شكل المنتج، وفي الاخر راح ايه لما يحصل تجمد المنتج او الكاست المسبوك دوت يبقى واخد شكل المنتج. زي كده لما يكون معاك شمع وجيت ايه سيحتها في كوبايه، لما تتجمد الشمعه هتاخد شكل كوبايه تمام. هي نفس الفكره بالظبط، بس بقى حسب الايه المنتج بتاعي. فانا عندي الانواع عمليات او انواع اللي احنا قلنا ان احنا بنصب المعدن المنصهر، بنصبه جوه قالب تمام. القالب دوت او الكافيتي فراغ بشكل معين هو على شكل المنتج. فالجزء بقى اللي فيه كافيتي او فيه الفراغ اللي بصب فيه القالب او بصب فيه قصدي المعدن المنصهر اسمه مولد، اسمه القالب او المولد. الجزء اللي فيه الفراغ اللي هو الفراغ ده اللي هصب فيه المعدن المنصهر، الجزء ده المفروض ده كان في الاول قبل ما اصب المعدن المنصهر كان فراغ. الفراغ دوت موجود جوه حاجه اسمها القالب اللي هو المولد تمام. فالقالب فيه منه نوعين، في نوع اللي هو الاكسبندبل. يعني ايه اكسبندبل؟ يعني مستهلك، يعني انا بعمل زي ما تقول كده المنتج بصبه مره واحده بس وبعد كده بهد القالب، وعشان اعمل منتج جديد لازم اعمل قالب جديد تمام. فده اسمه اكسبندبل مولد تمام. في بقى كمان نوع اسمه بيرمننت مولد، زي ما هنشوف في العملي كمان شويه، ان البيرمننت مولد دوت بيبقى القالب دوت ممكن اصب فيه مره واثنين وثلاثه لحد ما ايه، لحد ما يعني اعداد كبيره جدا بالالاف، يعني الاف المرات، لحد ما يحصل فيه وير او يعني ايه يبوظ يعني في الاخر بعد عمر طويل تمام. فيبقى انا عندي نوعين، اكسبندبل وبيرمننت. الساند كاستنج اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه او هنتكلم عليه النهارده بشكل رئيسي، اللي هو السباكه في قوالب الرمل ديت، بتبقى اكسبندبل مولد. يعني احنا اللي بنصب المعدن المنصهر في قالب، القالب ده بعد ما خلص صب بيتجمد، المعدن المنصهر بيتجمد والقالب بيتهد، وبعمل قالب جديد عشان اعمل منتج جديد تمام. طيب فدي عمليه، انا عندي هنا مثلا باجي اصب المعدن المنصهر، بعمل له مكان فتحه بحيث ان انا ادخل المعدن المنصهر يخش
جوه حاجه اسمها رانر او مجاري كده، تخش لي على الكافيتي اللي هي واخده شكل المنتج اللي انا عايزه. تمام، فتعالوا كده مع بعض نشوف الايه الاجزاء اللي عندنا اللي عامل يخش في يخش على العمل، ونشوف الايه عمليات السباكه بالرمل. اول حاجه هنتكلم عليها مقدمه لعمليات السباكه بالرمل، ده اول فيديو. ده هنا ايه، دي بعض الادوات هنتكلم عليها طبعا بالتفصيل، ادوات اللي احنا بنستخدمها علشان نعمل قالب الرمل. طبعا قالب الرمل لما يطرأ يعني يطرأ على ذهنك كلمة رمل، يعني رمل دوت، انت تظن ان ازاي هعمل قالب يكون متماسك كده معمول من رمل؟ هو في الحقيقة هو مش رمل عادي، الرمل اللي بتكلم عليه ده مش رمل عادي، ده رمل السباكة. رمل السباكة بيبقى مكون من 3 حاجات، مكون من رمل عادي اللي هو اللي احنا عارفينه، وزائد كلي او ماده رابطه بايندر، تمام، سواء طمي او اي ماده رابطه اخرى بس هو غالبا طمي، والماده الثالثه اللي هي او الحاجه الثالثه بتضيفها الميه. بحط الثلاث حاجات دول بنسب مختلفه لحد ما احصل على الايه، احصل على المواصفات اللي انا عايزها في قالب الرمل. المواصفات اللي انا عايزها في قالب الرمل عشان ايه اعمل بيس باك. فدي العدد اللي انا بستخدمها، التولز اللي انا بستخدمها هنتكلم عليها بالتفصيل علشان اعمل القالب الرمل. تمام، عشان اعمل قالب الرمل، ادي الرمل بتاعي، شايفين الرمل، الرمل لما احط بقى الرمل العادي مع الطمي مع الميه واخلطهم بنسب معينه وابتدي اخلطهم كويس، يبقى الرمل السباكه حاجه بالمنظر اللي قصادنا ده، هو ده رمل السباكه. شايفين الرمل عامل ازاي؟ هل صوت الفيديو بيبقى واضح معاك ولا ما بتسمعوا صوتي انا بس؟ احنا نسمع صوت حضرتك بس، الفيديو مالوش صوت. تمام كويس، احسن برضه عشان ايه اعلق انا براحتي وما ايه اشيل. تمام، اللي قدامنا ده البيرمننت مولد كاستنج اللي هو ماسكه الباشمهندس ده. ده عبارة عن القالب معمول من ميتال، تمام، بصب فيه مرة واثنين وثلاثة وايه الاف المرات لحد ما ايه ما يحصل له. طيب تفتكروا كده قبل ما نشغل الفيديو الجديد، تفتكروا ايه المواصفات اللي انا عايزها في القالب اللي انا هصب فيه؟ يعني كده تعالوا نفكر كده مع بعض، ايه المواصفات اللي انا عايزها في القالب اللي انا هصب فيه؟ يعني فكر كده ايه، بغض النظر انت خدت ايه في المحاضره او عموما، او يعني فكر ايه اللي انا محتاجه عشان اصب المعدن المتصهر. مثلا فتحه اصب منها او فتحه تخرج الهواء. كويس، دي مواصفات ممتازه، مواصفات في القالب، انما انا كان قصدي كان المفروض اوضح السؤال اكتر، ايه المواصفات اللي انا محتاجها في الماتيريال بروبرتيز المتعلقه بالماتيريال نفسها؟ على حسب الحاجه اللي انا هصبها، يعني على حسب الحاجه اللي انا هستخدمها احدد الماتيريال بتاعتها. اللي بصبه عشان ما يبصش، نعم، ما تتفاعلش مع الحاجه اللي انا بصبها، يعني مثلا لو بصب حديد الحاجه اللي جوه ما تتفاعلش مع الحديد. بالظبط، ممتاز، كلام كويس جدا، يبقى ايه ما يتفاعلش مع المعدن اللي انا بصبه. كويس، يبقى ايه لا يتفاعل معاه، انرت بالنسبه له. طيب دي وكمان نقطه. ايه تاني؟ ما يصرفش المعدن بعد ما صب. هو بص، هو البرميابيليتي ديت يعني انت عايزها حاجه يعني باينه، يعني انت لو انت عندك ما فيش عندك فراغات خالص، فهتلاقي في صعوبه في خروج الهواء، او هتصمم بقى ازاي تخرج الهواء، هيبقى ليها تصميم معين. ولو الدنيا دي لو مكتومه خالص، لو الدنيا مفتوحه خالص، الميتال نفسه هي ايه هيتصرف. فهو طبعا ايه هيبقى عايزين يبقى سبيسيفيك بيرميابيليتي الاود للقالب اللي عندي. طيب ايه تاني؟ في حاجات واضحه قوي. رخيص. يقول ايه؟ رخيص. رخيص، ماشي، ما بقاش مكلف. طيب ايه تاني؟ يبقى مثلا في طبقة عازلة بحيث إن الماتيريال ما تلزقش في القالب. ماشي، يعني هي دي إيه؟ في حاجة واضحة قوي، يعني أنا هصب معدن منتظر،
كويس، فلازم يكون القالب ماله، يعني ده هيبقى منصهر ومسايح، لازم يكون القالب فيه مواصفه مؤثره. يكون ايه؟ ما بيسيحش. ايوه بالظبط، يبقى درجه حراره الانصهار بتاعته اعلى من درجه حراره الانصهار بتاع المعدن اللي انا هصب. ما ينفعش اجي اصب المعدن الاقي الايه القالب باظ معايا. وكذلك بالاضافه للكلام الممتاز اللي انت قلتوه، ان احنا محتاجين يكون السترينث بتاعه عالي، يكون ليه سترينث عالي تمام، بحيث ان هو يستحمل اللودز، لان خلي بالك الفلويدز الموجوده دي بتعمل لودز، المعدن المنصهر ده بيسبب فورسز، فالفورس دي ممكن تهد الـ. فدي ايه مواصفات في تبقى موجوده، كلها موجوده في قالب الرب. طيب لو جينا دلوقتي نركز مع بعض عشان دي اهم نقطه، او لسه بقى دي نقطه، مش دي اهم، سي هي اهم نقطه. دي تاني نقطه ديت هي ايه؟ الكاستنج تولز، الادوات. لو احنا هنتكلم بقى على الادوات حاجه حاجه بقى، اول حاجه عندي موجوده هي الجزء ده اللي هو بنسميه الريزق او الفلاسك. يعني دلوقتي بنتكلم في الادوات اللي انا بستخدمها علشان اعمل قالب الرمل. القالب الرمل دوت انا بعمله في اجزاء، اول جزء اللي هو الفلاسك اللي قدامنا ده. الفلاسك دوت مكون من جزئين، الجزء اللي فوق اسمه كوب سي او بي اي، والجزء اللي تحت اسمه دراج. انا عندي كوب فوق وتحت دراج تمام. طيب وعندي في حاجه اسمها تراوله، تراوله هي شبه الايه، شبه ال بتاع اللي هي بيسموها المسطرين دي، اللي هي بتاعت المسطرين، اي المسطرين بالظبط، اللي هي بتاعت الاسمنت والحاجات دي، هي شبيهه ليها ديت. بقى ايه بساوي بيها الرمل لو في جزء وقع، او عايز اسوي سطح كده صغير، او اعمل اعاده تاهيل لجزء معين، بستخدم تراوله. كذلك في عندي حاجه اسمها ايه اللي بعديها دي، اسمها رماله او سايد درامر، رمالة أو سايد رامر، دي بدك بيها الرمل في الأركان زي ما هنشوف كمان شوية. يعني في أركان هحط فيها الرمل وهدك بيها الرمل، فأي بستخدم السايد رامر. في عندي بعديها حاجة اسمها الفنت واير، ده الفنت واير دوت وظيفته إن هو بعمل بيه شوية فتحات رفيعة جدا في قالب الرمل، بحيث إن هي تسمح بخروج الهواء ولا تسمح بخروج المعدن المنصهر تمام. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها الرامر بقى، فلات رامر. الرامر دوت بدكه، بستخدمه عشان ايه؟ ادك فيه رمل. وعندي حاجه اسمها اسباتوليا او اسباتشيلا او سيلكند اوفل، او برضو ليها اسم تاني هارت اند سكوير. يعني دي انواع اسماء كلها مختلفه لحاجه واحده، اللي هي الجزء ده في عندي ناحيه يعني نوعا ما شبيهه بالبيضاويه كده، والناحيه ديت مستطيل تمام. ديت بستخدمها علشان افتح المجاري اللي انا هعملها علشان ادخل المعدن المنصهر جوه الكافيتي او الفجوه الفراغ اللي جوه.